ايه وشو قال لك؟ شو بده يقول لي يعني؟ قال ما بيقدر يجدد لي عقدي. وين السكر؟ بالخزانة الثانية. وليش ما بيقدر؟ قال اولا راتبي كبير، ثانيا بدهم يوصفوا واحد اجنبي، هيك رغبة المدير العام. يعني رح تكون خبرة الأجنبي أحسن من خبرتك؟ شلون ما كان إلك 12 سنة بهالمؤسسة وجايب لهم عقود بالملايين؟ عم تقولي لي هالحكي إلي؟ قولي لهم يا إلهم، وين البن؟ افتح كيس جديد، العلبة فاضية وعم بغسلها. طيب قولي هلا شو نهايتها؟ بدك تضلك قاعد بالبيت بلا شغل؟ لا طبعاً، بس انا ما بقدر زد حالي وين ما كان. ليش شفت حدا؟ شفت لكن ما شفت، بس ماني عم بتوفى. معلومه رح تتوفى لانك عم تطلب راتب عالي مثل اللي كنت تقبضه بمؤسسه الاستثمار. يعني معقول اقبض راتب اقل من اللي كنت عم بقبضه؟ شو الواحد بيرجع لورا ولا بيقدم لقدام؟ اي ما دخل شو قدام وشو ورا، كل وقت وله حكمه. يعني لا تاخذني زهير، هي إلك سنة ونص قاعد بالبيت مثل قفة الهم، لا شغلة ولا عملة. صدقيني يا سلوى ما عم لاقي الوظيفة اللي تليق فيني. وين الفناجين؟ ليكن قدامك، غاسلتهم. يعني رحت على شركة التكرير ومؤسسة البحوث وشركة التجمع والاندماج الوطني ومؤسسة الخطط العاجلة وما حدا عطاني بصيص ضو، وكلياتهم بيقولوا لي بدك دعم، بدك واسطة، لازمك توصية. ومثل ما بتعرفي انت رفقاتي مو من هالوزن الثقيل. كل رفقاتي من نمرتي. وليش بقى من نمرتك؟ هاي رفيقك حسان الدفه صار وتصور من ورا علاقاته وكل ماله عم يترقى ويترفع، بس انت بدك الشغله تجي لعندك جاهزه ومجهزه واللقمه معلوكه ومهيئه للبلع. هلا انا هيك؟ طبعا جوزي وبعرفك. مو هيك القصه يا سلوى، القصة أني أنا دائماً كنت أحلام يجيني واحد مليونير مهم يوثق فيني ويسلمني. عواد ما تحلم، قوم اختلط بالبشر، دور على أصدقاء وناس يفيدوك، حسن علاقتك بالناس، دفي لسانك، عاشر التجار الأغنياء والناس المهمين، حسسهم بإخلاصك وبنيتك الصافية. لك هاي رفيقك حسان لك أكبر مثال، من ورا صحبته لنوري بيك صار مستلم أكثر من وظيفة عنده. بقى بشو حسان احسن منك؟ فشل. وليش لحتى يكون احسن مني بقى؟ انبحص هالقرن، كبه ولا حطه؟ مشكلتك يا زهير انك جامد ومبادرتك معدومه وكل شيء قالته مرتك عنك صح. طيب شو بدك يعني اعمل؟ بدك تساير وتلاطف وتستعمل لسانك مع الكبار وتنتهز الفرص. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعطيك العافية أستاذ حسان. أهلا وسهلا نوري بيك، الله يعافيك ويديمك. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. قلي شلون ماشي الشغل؟ ماشي تمام بإذن الله تعالى وبفضل توجيهاتكم وأوامركم. سويت لي الاستبيان الختامي لمعدلات الصرف؟ ولو يا نوري بيك، خالص من أربعة أيام، بس حضرتك قلت لي خليه عندك وانا بيجي باخده باليد. صحيح، هلا تذكرت. وللاسف الشديد حضرتك ما عدت شرفت مكتبنا، وبصراحه انشغل بالي لعدم زيارتكم إلنا. قلت لحالي يا ترى هل قصرت من دون قصد او اخطيت من دون علم وصارت الافكار تاخذني وتجيبني تقيمني وتحطني. لا لا ابدا، بس انا كنت مشغول شوي. الله يعطيك العافيه ويقويك ويديمك ويطول عمرك وما يحرمنا منك بجاه الحق. شكرا حسان. الحقيقة أنا بدي منك شغلة صغيرة. أنا محسوبك سيدي محسوبك. وبيني وبينك هالشغلة مو من اختصاصك. خدامك يا معلم، أنا خدامك. بس هي في عليها تعويض محرز. ولو خيرك سابق وفضلك لاحق نوري بيك. بدي إياك تطلع لعندي على الضيعة وتحاسب لي العمال بمعرفتك. بتأمر أمر يا سيدي، طلبكن مجاب. أصبح بعت لي الصبيان الختامي. وجهز حالك للطلعة على الضيعة بكرة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك يا سيدنا، الله يحرسك ويحميك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله معك. اي سيدي شو رأيك بهالموقف اللي شفته؟ أنا موقف
لك هذا الموقف اللي اجى هلا على رجليه. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. هيك بدك تصير تشتغل، بدك تتعلم وتستغل وقتك. ايه ما اختلفنا بتعلم، بس لا تاخذني، حسيتك عم تحكي مثل الشحادين. اني من احساسك هلا. بدك اكتب لك الكلام اللي سمعته على ورقه؟ لا ريح حالك، حفظته. بتعرف دواك انك تروح معي كم مشوار على الطبيعه مشان تتعلم. لوين؟ هلا بعدين، بس يقول الاوان بقول لك. انا شربتك قهوه؟ لا. لسه بتحوسي بقفاي؟ تعي سلوى، تعي اسمعي هالمقطوعة، طلعت معي على السبحانية. ما بدي اسمع شي. ليش بقى؟ ولك لأمتى بدك تضل حاطط لي هالزميرة وقاعد؟ هاي مو زميرة، 100 مرة قلت لك اسمها فلوت، فلوت. بلا فلوت بلا ضراب الصخر، إذا بتدور على شغل مو أحسن؟ ومين قالك ما عم دور؟ بس الفرص قدام واحد بعمري، بتقل كتير يا سلوى. اسمعوا على هالحكي، اسمعوا. لك وزراء اطرب واطراح وبكل انحاء العالم عم يكون عمره فوق 70 سنة. صحيح، ما بقول لك لا، بس هي مناصب سياسيه. هلا والمناصب السياسيه بدها ناس مهرهرين؟ لا، بدها حكمه الشيوخ وتبصر المخضرمين. هلا لا تفور لي دمي، قوم تلحلح واسعى في مناكبها. لك شبك لزقت فرد لزقه بالبيت؟ ما بقدر، ما بقدر على ابعادك يا روحي. ايوه الواه الواه. على كل حال ولي أخذ العلم، بكرة عندي موعد مع حسان بهذا الشأن. ها؟ هي لك صاحبه لهذا حسان تدحوش فيه، لأنه هذا صاحبك حسان صاحب همة أكتر منك وبيعرف من أين تؤكل الكتف. بجوز، بس أكيد ما بيعرف من أين يعزف اللحن. اسمعي اسمعي هالمقطوعة، اسمعي. صباح الخير. صباح الخير استاذ زهير. الاستاذ حسان موجود؟ الاستاذ حسان بانتظارك. تفضل. شكرا. اهلين زهير، اهلين. اجيت بوقتك. حنان جيب لي جرايد اليوم. حاضر. هلا بدك تقرا الجرايد وين عندك؟ من غير شيء داي اخلاقي من قرايه الجرايد، كلهم مثل بعضهم، ثلاثه بواحد. لا لا ما راح اقراهم. إلي هدف تاني. تفضل استاذ، هاي الجرايد. يسلموا حرام، ممكن تعملينها في الجرايد الاستاذ؟ مو على عيني. بس منيحة. السياسة ما لها شغل فيها، وهي ما لها شغل، وهي كمان. شي حلو كتير. شو هذا الحلو كتير؟ اسمع. اسمع على هالخبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال المعروف المرحوم شكري طويلي. كذا كذا، أولاده أولاد عمه كذا كذا. الدفن اليوم بعد الظهر بمقبرة المزة. رحمة الله عليه وأسكنوا فسيح جنانه. ما فهمت عليك، بيقربك يعني؟ ولا بعمري سمعت فيه. بس بدي إياك اليوم بعد الظهر تروح معي على الدفن. أنا روح معاه؟ ليش؟ لك أخي شو بدك بهالشغلة؟ بعدين بيني وبينك أنا مليت من شركة نوري بيك وبدي شغلي أتسام. فعلاً أنا اليوم مثل الأطرش بالزفة. معلش، معك معك تفهم، بس بدي منك تلبس أواعي غامقة، فهمان علي؟ حنان بدلي لنا نسكافيه وعمليون قهوة مرة. لا إله إلا الله.
افتح عيونك وأدانك منيح واحفظ كل حركة وكلمة بقولها. الله أكبر. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. حضرتك حضرتك ابنه للمرحوم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في جنتي وادخلي عبادي. الله يرحمك يا شكري بيك، الله يرحمك وينجيك من عصية الأمر بجاه الرحمن الرحيم. الله يرحمك يا شكري بيه، لك وين رحت وتركتني لحالي يا غي؟ وين يا جماعة المرحوم؟ كان مثل أخي بعز، قضينا عمرنا مثل الأخوة. آخ يا شكري بيك، آخ. لك مستحيل مستحيل تعرفوا قديش كان بيعز علي، مستحيل تعرفوا قديش كنا بنحب بعض، مستحيل. لك 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 لا 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 تقنعوني انه هذا اليوم شكري بيك يا جماعة، لا تقنعوني. لك مستحيل. العمر بعدك عدم يا شكري، وين تركتني ورحت؟ العمر بعدك عدم. لك انا ما عم صدق يا جماعة، ما عم صدق انه هذا اللي نزلتوه هلا اواب وتوفيق حبيب قلبي. لا لا بصدق، ما بصدق. لك وين رحت يا ام توفيق؟ وين رحت؟ طول بالك يا اخي، واحد الله يا اخي. احملوه يا رب، احملوه، خلي الشيخ يعرف شغله، بعدوه منهم بعدوه شوي. تفضل يا شيخ تفضل. هذا بار وتوفيق، هذا بار وتوفيق. العمى والله بحياتي ما أكرر، سأبدأ الآن. مرة أخرى، سأبدأ من الآن. إيه، هلا وقتها؟ سأعود بعد قليل. ألو؟ نعم. أهلين حسانو. أهلين حبيبي. عظيم، بعد ساعة أكون عندك. ليش تركت الشغل أنت عند نوري بيه؟ بالله العظيم. طيب وين العنوان الجديد؟ إيه إيه إيه، عرفت عرفته. ولا يهمك، على الطريق أنا. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. بقى لما شافني الأستاذ حمدي طويلي أخوه للمرحوم شكري عم أشهق وأنهى وأبكي على أخوه، حس بإخلاصي ووفائي وسلمني مدير الشؤون الحساسة لمجموعة شركات المعاصر والمطاحن. يا سيدي ألف مبروك، والله يطعمنا مثل ما طعمك. والله الأمر بإيدك، أنا عطيتك سري ودليتك على الطريق، وباقي ما تبقى عليك أنت. سلوى، يا سلوى، رح اتغدى عن ماما. ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مين تركتني ورحت يا عمري؟ يا جماعة ما في أصحب من فراق الحبيب. لك ادفنوني جنبه، ادفنوني جنبه. مالك يا أخي؟ واحد أمر يا طول بالك. والله كنت أحبه أكثر من حياتي، والله ويلي اسمه الله. جاي لك يا حبيبي. لا حدا يفكر يرشني بالمي، بدي الحق حبيبي. هو كان مخلص إلي وانا كنت مخلص إله. مستحيل الموت يفرقنا. يا نور عيوني، يا نظري، انت ليش تركتني ورحت؟ لك ليش تركتني ورحت بعد ما كنا نفترق؟ ولا لحظه ليش؟ شبك انت؟ شبك؟ قوم لشو؟ قوم. لك بتعرف مين المتوفي يا حيوان؟ طبعا حبيبي عمري وروح فؤادي، حكمة بيك خزنة دار، اسمه محفور بقلبي هون. الله يخرب بيتك مع احقرك. ولك المتوفي هي حكمة خانم الخزنة دار، مرت معلمنا. شو هالحكي؟ حكمة خانم؟ حكمة خانم خزنة دار؟ الله لا يعطيك العافية. امشي. 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 امش